دعت وزارة الداخلية السورية المواطنين ممن حملوا السلاح أو باعوه أو وزعوه أو نقلوه أو اشتروه أو مولوا شراءه ولم يرتكبوا جرائم قتل إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة في منطقتهم على أن يصار إلى تركهم فورا، وذلك ابتداء من يوم غد السبت وحتى السبت المقبل، وسيعد ذلك بمثابة عفو عام عنهم. وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مواطنيها وإفساحا في المجال أمام المضللين والمتورطين في حمل السلاح وحرصا على الأمن والنظام العام ولمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الله أكبر على من طغى وتجبر. الله أكبر حرية. الله أكبر حرية. ورافقت دعوة خروج تظاهرات جمعة الله أكبر في مختلف المناطق السورية تندد بالنظام وتطالب بإسقاطه، ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بالحماية العربية وترفض الحوار مع النظام. وأكدت لجان التنسيق المحلية أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل 15 منهم في مناطق متفرقة في البلاد. هجوم الأمن، هجوم الأمن على المتظاهرين الحجة، هجوم الأمن، جماعة الله أكبر، هجوم الأمن. وبثت مواقع الإنترنت المعارضة صورا أكدت أنها هجوم من قوات الأمن على المتظاهرين في حماة وكذلك الأمر في دير الزور، حيث أظهرت الصور عددا من رجال الأمن يطلقون النار في الهواء. إلى ذلك بث التلفزيون الرسمي السوري شهادات لعدد من أبناء حمص أكدوا فيها مهاجمة مجموعات مسلحة للأهالي. شو بدنا نحكي لهداكي؟ طالع بسرفيس بالمكرو تبع جبع عباس على الطريق، اعترضت لهم مجموعة إرهابية ومسلحة. ما بعرف بدي لك شغلي مثل يعني مثل الكذب مثل الحلم، مسكوا الروسيات هيك قدام عيني وقتلوا الزلم كل شيء. شو بدي لك شيء ما بينعقل. سياسيا حذرت الولايات المتحدة النظام السوري من أنه إذا لم يطبق التزاماته الواردة في الخطة العربية للخروج من الأزمة فإن عزلته ستزداد على الساحة الدولية. لنظام الأسد تاريخ طويل في عدم الوفاء بوعوده. نحن لم نرى مؤشرات على أن هذا النظام لديه النية باحترام التعهدات التي قطعها، إذ لم يفي الأسد بالوعود التي قطعها للجامعة العربية، فلابد لهذه الأخيرة من التحرك ردا على ذلك. وفي السياق نفسه أكد عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير النشار أن وفد المجلس أبلغ الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في خلال لقائه في القاهرة تخوف المجلس من عدم صدقية النظام في تنفيذ وعوده، لافتا إلى أن الوفد لم يتحدث عن حوار ولكن عرض الدخول في مفاوضات لانتقال السلطة من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي، وطالب بتنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة. فيما دعا تيار بناء الدولة السورية، وهو تيار يتألف من معارضين في الداخل من ضمنهم المعارض البارز لؤي حسين، منظمات وجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، إلى تأليف لجنة رصد مركزية يكون لها لجان محلية في المحافظات والمدن والبلدات السورية لرصد مدى التزام السلطة بمولود الاتفاق الذي وقعته مع اللجنة الوزارية العربية. وكانت لجان التنسيق المحلية قد أعلنت ترحيبها بمواصلة اللجنة الوزارية جهودها الهادفة إلى حقن دماء المدنيين السوريين وحمايتهم من رصاص أمن النظام وجيشه، ودعت أبناء الشعب السوري إلى التحقق من نوايا النظام من خلال استمرارهم في أشكال الاحتجاج كافة.